بعد ارتفاع الذهب لسه بتفكر تخطب او تتجوز وتجيب شبكه؟ ما اكذبش عليكي، انا لسه لحد الان يعني خارج من دراسه كليه تجاره، فانا يعني مش عارف والله بصراحه، بس انا كل اللي اقدر اقوله ان مش هقدر. والله واكيد هبقى عايزه شبكه كبيره اكيد، يعني محدش بيتمنى غير بقى لو ختم سوليتير ومش عارف، بس يعني هحاول برضو ان انا اكون حنينه شويه. ممكن ناجل الشبكه لحد ما يعني نجيب شبكه بس تبقى خفيفه مثلا ونزودها بعد كده مثلا. هو انا لسه يعني سني 20، مش مهتم بموضوع الذهب ده خالص، انا مهتم باي حاجه بصراحه، والجواز مش في خطتي دلوقتي خالص ولا حتى بعد 5 سنين يعني. فمش عايزه اسال حضرتك، التداول بتاع الذهب اليومين دول عامل ازاي؟ لا طبعا الحركه متوقفه جدا، كله بينزل بيها طبعا عشان سعر الذهب كان عالي الفتره اللي فاتت دي، بس بدايه من الاسبوع اللي احنا فيه ده الاسعار طبعا اختلفت خالص، كان ب 660 نزل 500، وطبعا كان في برجله جامده الحركه قلت. والله حاليا الذهب بيقول لك وصل لغايه كام، 600 او 700 جنيه تمام، فالحقيقي ممكن نتجوز بالفضه تمام، مش شغاله زي دلوقتي. اي حد هيطلب ذهب او هيطلب مثلا زي ما كنا بنطلب زمان اللي هي الشبكه الحقيقيه دي تمام، فممكن مش هنلاقي ان احنا المستوى الاساسي ان احنا نجيبها. الذهب غالي الايام دي، وانا مش عارف صراحه بعد حوار الدولار ده ايه النظام، بس انا متفائل. انا الحقيقه ما بفكرش في الجواز دلوقتي يعني، بس اكيد ارتفاع الذهب ده هيخلي اي حد يفكر ان هو يبقى صعب ان هو يشتري الشبكه، وموضوع الجواز هيبقى صعب بالنسبه له. والله حاليا الذهب بيقول لك وصل لغايه كام، 600 او 700 جنيه تمام، فالحقيقي ممكن نتجوز بالفضه. ان هو مش مهم، مش حاجه مهمه اصلا عشان تبقى مشكله يعني، ان هو في حاجات بدائل ليه اكيد، بس كده.